أحسن الله إليك مبارك فيك. هذا السائل أبو عبد الله يقول لي مجموعة من الأسئلة عن الصلوات. أولا يقول: إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحد منهما إقامة، وهل للنوافل إقامة؟ النوافل ليس لها إقامة، وأما الفرائض فلها إقامة، فإذا جمع بين الصلاتين لعذر إنه يقيم لكل واحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي غيرها.